أما الأولى وكل ما سأقول أحاديث صحيحة ستتعجبون من بعضها. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض أعمالكم على موتاكم، فإن كانت جميلة فرحوا بها، وإن كانت لا دعوا الله يا ربي لا يأتوننا إلا وقد هديت. هذه بركة الوالدين حتى وهم في قبورهم تشملك رعايتك. فلذا أتعجب من عنده أبو حي الآن ولا أم ويتردد أن يكون عند رجليها أو يرفع صوته عليها أو يرفع عينه فيها وهم في قبورهم. يقول تعرض أعمالكم كلها على موتاكم، فإن كانت صالحة تسرهم، وإن كانت غير ذلك دعوا الله يا رب لا تأتي بهم إلا وقد أصلحت. هذا من فضل الله يعني. فلذا من برك بأبيك أن تزيد الطاعة.